ومعانا جو. بص يوسف دول دايما متفوقين، دي بقى حاجة تانية. يوسف سالم مركز أول تحت 17، مسميينه المعجزة، مش كده يا يوسف؟ كده صح. كده صح. ده انت بتتكسف بقى. الله 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 الله. لا بقول لك ايه، ده انت المعجزه. مبروك يا يوسف. الله يبارك في حضرتك. قول لي ايه السر ورا حكايه المعجزه دي؟ انا مش عارف والله، انا اول مره اسمع منك دلوقتي. لا يا شيخ تتكلم جد؟ ده اللي ايه اتكتب حاجه عنك، معجزه؟ مش اتكتب عارف، عنك مش كده فاهم دي. ان انت معجزه. طيب بص، انا كنت لسه بكلم مروان عسل وبقول له ايه السر في التفوق بتاعنا في الاسكواش دايما، فقال لي اللعيبه بره عندهم فتنس بس احنا عندنا فتنس ومهارات عاليه جدا في اللعبه. ايه رايك في الكلام؟ هما دلوقتي اللعيبة بره كمان حتى المهارات بتاعتهم اتحسنت يعني، بس هو سكواش مش كله مهارات، هو برضه بقى جزء كبير قوي منه فتنس. ما هو طبعا هي لعبه متعبه. انا أوي. مره لعبت تن تن ماتش ما اقولكش، لا هي وطبعا ما متعبة فلحتش اصلا يعني، بس من كتر الجري انا كنت بجري وبرضه الكره كانت بتطير مني ما بلحقهاش. لا هي محتاجة رد فعل سريع قوي وحاجات كثيرة جدا يعني. طيب قول لي انت بتلعب مع نادي ايه يا يوسف؟ انا بلعب في النادي الاهلي. اهلي برضو يا جماعه، هو الاهلي دايما بيكسب في كل حاجه كده ما شاء الله. برافو عليكم، تستاهلوا كده وزياده، تستاهلوا كده وزياده. يوسف الف الف مبروك، وانت يا سيدي بيتكتب عليك مش بس في مصر، بيتكتب عليك بره ان انت يوسف سالم المعجزه، ذا ميراكل. فحافظ على نفسك، عايزين المرة الجاية تبقى أنت مصنف رقم واحد على مستوى العالم بإذن الله. أداء وقدود يا إن شاء يوسف، الله. أنا عندي انحيازات للي اسمهم يوسف دايما زي صاحبي هنا يوسف عابدين صديقي العزيز. طيب